أحبائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك. اليوم غادي نتناولوا ظاهرة مهمة، ألا وهي تشجيع السلوك الرديء. يعني أصبح عادي جدا في المجتمع ديالنا أننا نهلل وتبقى نقول كلمات هاد الإنسان واعر، هاد الإنسان تطور، هاد الإنسان قافز، ونصفق ونهلل ونحن نعلم جديا أن التصرف ديال الشخص معارض ومنافي للأخلاق السليمة. فالسؤال الذي يطرح نفسه، هل نحن فعلا خير أمة أخرجت للناس؟ نتسألوا مع نفسنا ونوقفوا، خاصة بالنسبة للنشء اللي عاد طالع، خاصنا نتابعوا لهاد التشجيعات اللي احنا تنقوم بها، لأننا تنأثروا بشكل سلبي على المرجعية ديال هاد الأطفال اللي غيكونوا المجتمع ديال غدا. وبالمقابل أيضا تنشوفوا أن الناس المحتفظة بالمبادئ إلى آخره ينعتون بعض الأحيان بالحمقى والمتشددين وغير المعاصرين وغير الأذكياء إلى آخره. فهنا انقلبت الآية، يعني نصفق للرديء ويعني نشتم المتخلق. ونستذكر قول الشاعر: إذا الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. حذار إذن من هذه التصرفات، وما تنساوش سلوكك يحدد قدرك.